فاهم انت ليه بتدخل سيف يا بيه؟ ما شغلنا واكل عيشنا بالكلام اللي انت بتفكر فيه ده. يا حاج ده ثواب. الثواب يا فواز بتاع ربنا، ولا كلش انت بقى خصصت نفسك وبقيت ملاك لهذه البشريه؟ يا ابني سيب كل واحد في حاله، دع الخلق للخالق. لا اله الا الله محمد رسول الله. طب قول لي ايه بقى حكايه قعدتك في الغيه دي؟ ها قعدتك في الغيه كده كترت وطولت من غير ما اعطل لك شغلك يا فواز. سيبك بس من حوار الشغل ده، انت اصلك لما بتحن للغيه يبقى حاجه من اتنين، يا مش طايق حد يا في حاجه شاغله بالك. ايه؟ بص يا فواز، بص بذمتك في احلى من المنظر ده في الدنيا. سبحان الله، سحر حريه، مش بس سحر، حريه، طايرين في ملكوت الله من غير سقف يخلقهم ولا حواجز تمنعهم، ولونهم ابيض لون قلبك يا واد وانت صغير. فاكر يا فواز لما كبرت شويه وجبتك الغيه هنا عشان اعلمك ازاي تاكل الحمام وتعوده على الغيه من غير ما تخنقه؟ فاكر ساعتها قلت لك ايه يا فواز؟ اوعى تهي في الباب غيه ولا تكتف طير. عشان لو الطير اتخنق عمره ما هيحط عندك تاني ابدا. حقيقي مثل ما بيقولوا هون، اللي تفتكروا موسى يطلع فرعون، ولك انا عملت له صفقه العمر لازم يبوس ايده كان وشه قفا يقوم يستحمرني ويلعب من وراي مع شريكي اللي شافه مره او مرتين. ريح حالك شوي احسن يصير لك شي يا سليم. ولك يا فاتيا كانت هيدي صفقه العمر، لو تمي كنت حاركب الريح، لكن هيدا السرسري اتامر مع شريكي واعترف لي بكل دهاء ووقاحة ويرجع يقول لي يا عم سليم الأقربون أولى بالمعروف. ولك شو هالحربية اللي مزوصها؟ ما انت بتقول انه عم بتفقوا معه، بتياك انت يلي انا شو؟ انت ما بتعرفي التعبان مروان صبري؟ لك هيدا لما يمسك بالشي بيضبي، ما رح يترك هالشغلة تروح من ايده. اعملوا اللي قلك عليه وجيبوا لجهتك. طيب والشغل والعقود اللي عملتها مع الناس ببيروت واللي قلت لهم انه رح يمضي وعلى هذا الاساس صرفوا مصاري كتير؟ خلص خبرهم انه منو موافق وريح حالك. ولك يا فادية انت ما بتعرفي قيمة هالصفقة، هيدي الصفقة كانت بالنسبة لنا صفقة العمر. ومايا؟ مايا ما رح يحصل لها شيء بإذن الله. انت ما سمعت اللي قالته؟ هي عم تقول انها عايشة بينات عصابة بدو يجننوها. هي مش بدها تطلق؟ انا رح طلقها بس وقت اللزوم، لما اعرف بشو عم بفكر والخط اللي حيمشي عليه. انت كيف هتعرف كل هالقصص؟ مع الاسف هيدا اللي محيرني. وابو اربع عيون شحاتي ما بيفهم شي، مسطول وما عنده لا معلومة، وبنتنا مثل ما انت عارفه بطيخه وبتغرق بشبر مي. اتركها بحالها الله يرضى عليك، هي ماني ناقصه. لحظه، كيف عدت علي هالفكره؟ معقولة؟ فكره شو؟ فهم شو عم تقصد؟ الاقربون اولى بالمعروف. ولاد عم قلنا ملوش لازمه المشوار ده، ادينا ما نبناش غير المرمطه وقله القيمه والطرده زي الكلاب قدام الناس. حياه امي ما انا معديها له، ما خليته يلف حوالين نفسه ويتمربط زي الولايه في المحاكم ما بقاش انا تسوقي. بس انت مالي ايدك من حوار القضيه ده؟ ايه ده؟ راجل مجنون كل يوم جوازه شكل. انت عارف بيسموه ايه ده؟ بيسموه زرنسه، وفي القانون بيسموه سفيه، والنقطه ده لازم يتحجل عليها شعبان. صح، وجوازته الاخيره دي اكبر دليل عليه. وجوازات اللي قبل كده واللي قبل كده كله ممراس ابونا واللي جابونا شعبان. يا سلام بس لو اختك تقف في صفنا. مش طايق اسمع سيرتها شعبان، ولو عندها كرامه لا
لو دي عندها كرامة فعلا ما تسيبوش يعمل فينا كده. انا مش عارف سحلها ولا ايه ده. بس خد بالك يا نجم، القضية دي لو خسرناها الراجل ده هيركب على كتافنا ويبدل رجليه، وانا وانت هنتسوح. انا مش هسكت يا شعبان، هفضل انخرب وراه لغايه ما نجيب حقنا. هي كده مبقاش ليها غير حل واحد، انا وانت نطرد. شيشه يا زفت. استاذ علي، استاذ علي، انت تاني؟ معلش ممكن نتكلم شويه؟ انا ما عنديش كلام اقول. لو سمحت يا استاذ علي مش هتفضل كده، اتفضل معايا نتكلم في اي حته. اتفضل. استغفر الله العظيم يا رب. انت جايبني هنا عشان تهددني؟ استغفر الله، انا ما بهددكش، انا بنورك ولازم تسمعني. وانا مش عاوز اسمع حاجه. هتسمعني عشان مصلحتك. ده تهديد تاني. ايه ده بقى وفهمني، وقلنا مش تهديد. شغلانة دي متوقف عليها حاجات كبيرة قوي، حاجات اكبر منك ومني ومن اللي فوقينا كمان، سواء في شغلك او في شغلي. عشان كده نو واي، انت ما عندكش حل تاني. وانا عايز افهمك حاجة بقى، انا ماليش علاقة بشغلك، انا ليا شغلي وبس. والموضوع اللي انت بتطلبه مني ده مستحيل اعمله تحت اي ظروف في الدنيا. والموضوع ده كلمتك فيه بدل المرة الف مرة وانت مش عاوز تفهم. انت اللي مش عايز تفهم ان ده مش اختيار. مش معنى ان انا بعرض عليك اوبشنز يبقى من حقك تقول لا. اوبشنز يا علي، يا علي انا عاوز انفعك معايا. وانا سيدي مش عاوز المنفعه دي، الله الغني. سيبني بقى عشان انزل. الناس اللي طالبين منك الخدمه دي ناس تقيله وقادره قوي، مش هيسمحوا لاي حد يهدهم ولا يهزهم حتى لو وصلت للدم. متهيألي يا علي انت عندك عيال عايز تربيها. في حاجة تانية عايز أقولها لك. حاجتي؟ أنا قلت لك إنهم مستعدين يدفعوا لك نص مليون جنيه. لا بقى مليون مقفول، بس بشرط الملف يكون عندهم في خلال 24 ساعة مش أكتر. فكر كويس يا علي، ما تضيعش الفرصة. الناس دي زي النحل، يا تدوب في عسلهم يا تموت بقرصهم. عاوزه اطمن عليها فواز. ما تقلقيش يا حياه، ان شاء الله خير. ابوكي كمان راح له وقعد اتكلم معاه، بس ما فهمش هو عايز ايه. تقريبا في ناس عايزينه يعمل حاجه هو مش عايز يعملها، جابرينه على حاجه هو مش راضي عنها، حاجه كده يعني. خير ان شاء الله. وانا يا اخويا ما قلتش لانهار اكتر من كده، لاني اساسا مش عارفه ايه الحكايه. غلبت معايا فواز عشان يحكي، مش راضي. قلت بقى ما فيش غيرك انت، انت اللي هتخليه يتكلم ان شاء الله. انت مشيت البيت اللي عندك ولا ايه؟ لا لا يا اخويا، بتيجي يومين في الاسبوع. ما تجيش الاسبوع كله ليه؟ انا متفق معاها على كده، وانهار بتحاسبها على هذا الاساس. يا اخويا ما هي قالت لي. بس انا هبقى مرتاحه اكتر اما تيجي يومين في الاسبوع. لا اله الا الله، انت يا بنت غريبه قوي يا بنت. انت بنت الحاج منعم واخت الحاج فواز الصياد، ازاي تبهدلي نفسك كده؟ الله، انت متعلمه ومعاكي شهاده. في ايه يا اخويا؟ ما انا بفيد ولادي باللي اتعلمته. وبعدين ما انت فرش لي البيت احلى فرشه اهو. ايه بقى، الحمد لله قوي على كده. الحمد لله على كل شيء، حول ولا قوه الا بالله. طول عمرك فقريه زيك زي جوزك. خدي ايه ده بس يا فواز؟ خديهم شيليهم مع اللي عندك، يمكن ينفعوكي. خدي ده تكسي من اخوكي بقى كمان ولا ايه؟ خدي يلا. أخوك الكبير يا بت. ربنا يخليك يا اخويا وما يحرمني منك ابدا. ربنا يخليك لا يا حبيبتي يا احلى اخت. علي جه، علي جه. خبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا علي؟ عامل ايه يا جوز اختي؟ ازيك يا حاج فواز؟ وحشنا يا عم. اختي بتقول ان انت بتخلص شغل قبل كده بكتير. انت ايه؟ بتلعب بديلك ولا ايه؟ صحيح انت كنت فين يا علي كل ده؟ كده؟ هديك سخنتها عليا. كله بثواب وبالشفاء. يلا هروح اعمل لكم الغدا. ايوه اعمل حساب برضو، هعرف كنت فين. ها ايوه. ده انت فتحت عليا فتوحه مش هتتقفل. اختك وانا عارفها يا حاج ما بتنساش حاجه خالص. يا اخويا احمد ربنا، انت عندك ما بتنساش.
انا ما بينسوش انا جماعه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. تعالى انا عايزك في كلمتين. خير يا حاج. هفضحهم بالراحه. مش هسكت. اهدى. هبلغ عنه. اهدى اهدى يا علي اهدى. الامور اللي زي دي ما تتحلش كده. اللي لازم تفهمه ان ناس زي دي عندهم مصلحه بالحجم ده ممكن يعملوا اي حاجه اي حاجه في سبيل ان محدش يشوف قصاده. وانا ما بخافش حاج فواز غيرش بس اتهزيت، بس ده كان عشان حياته والعيال، انما مش معنى كده ان هسلم لهم وطوعهم. يعني حد جاب سيره انك تطوعهم؟ انا بقول لك ايه ده وفكر بالراحه. يعني اسكت يعني؟ لا تفكر تفكر وتحسبها مظبوط. اي حسابات حاج فواز هتبقى لصالحهم، وخصوصا يعني ان المبلغ اللي هم عارضينه مش مبلغ قليل، ده مبلغ مغري جدا، خصوصا على موظف زي حالاتك احيانا وما حلتوش غير مرتب. استغفر الله العظيم يا رب. ما انت اللي فقري، انا 100 مره قلت لك تعالى معايا. الله، ما انت عارفني كويس يا حاج فواز، راجل راضي بقليله وبلاسمه له ربنا. عين العقل يا حبيبي، عين العقل يا اختي، بس برضه الامور ما تتحلش كده. مش فاهمك، عاوز تقول لي ايه؟ انت دلوقتي لو رحت تبلغ هتبلغ عن مين؟ عن اللي بيطاردني. حلو، اسمه ايه؟ فاهم. فاهم ايه؟ معرفش. ما انت عارف اهو، وممكن ما يبقاش فاهمي من بابه ولا لي اي علاقه بيهم. ايوه، بس هو اللي طعم طعم بترمي لك لو اتكشف في 60 داهيه وهم في السليم، وانت بقى مفتري وكذاب. انت مفتري وكذاب؟ لا. طب اعمل ايه؟ اللي هقول لك عليه، بس الاول تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتطيب كده من ريحه الحبيب. الحبيب اهدى خالص، اهدى كده وروق. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم عليه افضل الصلاه والسلام. أيوة. اسمعني بقى يا بنوها، واحده واحده. النسوان دي يا اختي، امال احنا كده ليه؟ وايه المفقعه اللي جايبها لنا الحاجه دي؟ انا عارفه مش عارفه حاجبه فيها ايه، وفرحانه لي بشويه المطبات اللي عاملاهم لي. وحياتك عندي كله نفخ وتركيب وزق. ايه زق دي؟ انا عارفه بقى يا انهار. طب شفتيها يا اختي وهي بتعمل التمارين؟ عماله تتقصع. قال يعني بقى البت رياضيه بتعمل تمارين الصباح. يلا يا خايبه، ده احنا اللي هبل مش واخدين بالنا من روحنا وقاعدين برشين كده لما عمالين نعرض. او النعمه الشريفه، عمالين ناكل لب وزداني وكاجون لحد ما نسينا نفسنا وجسمنا. يا نهار اسود، وهم نايل بست النيله. لا ما تعمليش بروحك قوي كده، ده انت قمر وحلوه وجسمك حلو ومش مسقطه ولا عندك بروز ولا في حاجه زياده. بسم الله عليكي، ربنا يخليك ليا يا انهار. وانت والنعمه الشريفه خدي مني قمر، والنعمه الشريفه مناخيرك منمنمه ووشك قمر وجسمك جسمك ولا البت يوم في حريم السلطان. يا اختي اقعدي على جنب، احنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحوستنا حوسه. او النعمه الشريفه وبرضك مقصرين كده في جسمنا. انا مش عارفه يا اختي ايه اللي بيحصل لنا بعد الجواز، بنتبدل. الواحده من دول تتجوز عدله فجاه تقوم لابسه وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغايه لما تقلب بومه ماشيه في البيت. لا مش معاك انا في دي. لا اسكيوز مي بقى يا انهار، ما الرجاله برضه ناقصه ساعات كده مخها بيصغر، بتبقى عايزه تهجم البيت وخلاص، زي ما يكون في الكنب بتاع البيت براغيت بتقرص فيهم طول ما هم قاعدين كده. طب وبعدين؟ انا مش مطمنه. نعمه يا اختي، وانا كمان الفار بيلعب في عبي. البت دي قلقاني، البت زي ما يكون هتعمر وتقوم قلشه واحده فينا. قلشه؟ يا نهار اسود، فين الموكوسه الثالثه؟ مش عارفه، انا عايزه الموكوسه الثالثه. اطلعي يلا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثتنا. مين؟ فخلي بالك. هيكون مين يا اختي؟ جوز مواكيز جايين يتلموا على خيبة الرضا. اوعي شوية. الله الله، في ايه يا اخوانا مالكم؟ اقفلي يا حبيبتي التلفزيون ده وركزي معانا شوية. حاضر يا اختي، بس قولي لنا بس في ايه اللي حصل؟
هو احنا هنفضل حاطين ايدينا على خدنا وسايبين البت اللي برا دي عماله تتسرسب وتسحب الراجل ناحيتها؟ طب واحنا يا اختي في ايدينا ايه نعمله بس؟ يا اختي اسم الله، هو انت اللي على لسانك في ايدينا ايه نعمله وفي ايدينا ايه نسويه؟ ترى ايه يا اختي؟ بالراحه شويه، احنا جايين نتخانق، ده احنا جايين نتفق. ايوه نتفق. نتفق على ايه بقى؟ والنبي ما عارفه، ما دام المقالب ما جابتش نتيجه يبقى احنا لازم نعمل زيها. زيها اللي هو ايه حضرتك؟ اقول لكم يا ولدي حرام عليكي، حرام عليكي، سيبيني في حالي، مش عارفه ارتاح، بلاش فتنة. يا راجل مالك بقيت طري كده زي الجيلي؟ ما انا اتهرست تحت منك. وفيك جدته حته سليمه؟ ده رايي يا راجل، انت من ساعه السفريه السوداء المحببه على عينك دي وانت مش طايقني جنب. ما بلاش السيره دي يا سعاد، خلي الليله تعدي. شكلها مش معدياش حد الا على رقبتك لو ما ادتنيش حقي شرع. ليه؟ مفيش حقوق انسان مطحون ومعجون؟ لا، في حقوق المراه يعني امك. يا عم يا عم الحقوني ما حدش بياكلها بالساهل. اوعي يا مفتريه اوعي، انك تلحقوني. الحقوني الحقوني احسن احسن. اوعي يا مفتريه، ربنا ياخدي. كيفي كيفي ايه؟ اقول لك يا حاج قبل ما في ايه يا عم كرنيه؟ عداله الزمالك نزلت فوق من شحاته. مالك يا عم كرنيه؟ اقول لك يا حاج، انت طلعت لنا انت من السما. ليه؟ كنت بتخاري جول لحد ثبتك في الصاله. معركه غير متكافئه، سيف خشب قدام دبابات ومدافع وقنابل ونبالب وجميع انواع الحروب. والله باين عليك اتلحست في مخك. خش يلا غير هدومك وتعالى يلا، عشان في مهمه محدش هينجزها لي غيرك. يلا بسرعه. اقول لك ايه يا حاج، تعالى معايا ولا اقول لك خش هات لي هدومي من جوه. انا جايب لك هدومك؟ اتلحست فعلا. خش يلا. طيحك شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير البشر وأكرم الأكرمين، وتصلوا عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. دي قعدة صلح، عرب وبنرد لأصحابه. ها بقى البيت ده عمره ما شاف انقسامات ولا ائتلافات ولا أحزاب، ولا يا نهار اللي تشوفه يا أخويا. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. بقى البيت ده كيان واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، ولا ايه يا هدى؟ بارك الله فيك يا حاج. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله. نلم ايدينا بقى كده ونسلم على بعض ونتعاهد امام الله بلم الشمل. ولا يا سميحة؟ الفتحة الفتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يلا نقوم نصلي ركعتين. هزار يا مايا هزار. ما بيقول لك قومي نصلي بدل ما جبت من شعرك تاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالي يا مايا، تعالي يا حبيبتي. روحي احنا نجدد وضوءنا.
جدد يا اخويا جدد. ايوه هنا يا حاج. انت متاكد يا شحاته؟ حاج عايز مؤاخذه، انت نظرك ضعيف ممكن تسوحني. لا متاكد يا حاج، انا خدتها كعب دايره تيكي تاك تيكي تاك لغايه ما وصلت على طول. طب حس كده، خليك بقى في العربيه، اوعى تلعب في حاجه. حاضر يا حاج. الريال السعودي بكام النهارده؟ بقول لك ايه يا تسوي؟ شكل حوار القضيه ده هيطلع فلانكش. فلانكش؟ والله انت اللي فلانكش. ادي عقد. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ. القهوه الشيشه بتاعتي. بس كده عينيا. وهات لي سحلب بقى عقد. لا 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 لا، هات له قهوه. وعندك قهوه مظبوط بواحد شيخ. محامي ده شكله مش فاهم حاجة وفي الجيرينيه خالص، احنا نروح لمحامي تاني. مش فاهم حاجة ايه؟ والراجل جابها لك على بلاطة، وقال لك طالما مقتدر وصغير في السن وماشي حسب شرع ربنا يبقى ما حدش يضله على حاجة. يا ما احنا لازم نشوف سكن نجيب بيها حقنا. بقول لك ايه يا تسوقي؟ خلينا في شغلنا وفكك بقى من الدكن ده. دكن ايه؟ ده قطعة دي بالدم. حالنا ومالنا نسيبه كده؟ أحلى قهوة وأحلى شاي يا أستاذ ده. بقول لك ايه يا أستاذ؟ النهاردة في واحد سأل عليكم مرتين. سأل علينا؟ قال لك اسمه ايه؟ سليم الأشقر. أشقر بنات، الكاميرا هيوصلك. ملوش لزوم يا حاج. انت قلتي لي بلاش اكلمك في مكان اكل عيشي، قالي لي استنيتك بره شغلك، اركبي. يا عم ده ديجي ايه وده دجاجي ايه؟ الله انت واخدنا على بشمله وجايلنا وراك زي ما تكون خرفان. هتخلص عم الغامض قول لنا فيه ايه؟ قول نبي اعمل حاجه، يا ريت تنجز وتقول لنا ايه السبوبه اللي انت ممرمطنا والراجل ده عشانها. انتوا ما بتتذكروا يا ويدي وين اتقابلنا قبل هيك؟ وين ايه؟ احنا ولا شفناك قبل كده. يا عم تربيه الوش دي ما تتنسيش، انا لو شفتك قول على طول هندم ليه يعني؟ انا شفتكم قبل هيك لما الحشف ويز قلعكم وطردكم من الشركه. عامل حازم ما حدش يقدر يقلعنا عيب الكلام ده. وهو يعني اللي بعتك ولا ايه؟ الحقيقه انا لما شفت في اليوم المشؤوم الحشف ويز عم بيطردكم حسيت وصعبتوا علي كتير، وبعدين قلت لنفسي لازم ندور عليكم ونحط ايدينا بايدين بعض عشان نرجع الحق لاصحابنا. يا سلام. طب وانت مصلحتك ايه؟ لا ده شعبان راجل البركه ده احنا صعبنا عليه حرام. صعبنا على مين يا عم؟ دي تلاقيها لعبه من العيب الحاج. شو ما فيك نظر ولا شايفني بريالي؟ لا هي لعبه من تفصيل الحاج ولا انتوا صعبتوا علي. بعدين لما تعرفوا مين انا هتفهموا كل شيء وتعذروني. يا عم انجز، انت تطلع مين؟ انا ابو العروس جديدي يا معفطر. الرابعه؟ ايوه الزوجه الرابعه. الزوجه الرابعه اللي ضحك عليها الحاج وعمل لها البحر طحينه مثل ما بتقولوا. بنتي المسكينه المعطره اللي لقيت حالها ضره لثلاث نسوان عايشين معها نفس البيت. وهلا بنتك المصون المعطره
ما كانت تعرف؟ ولك يا حسرة، من وين بدها تعرف؟ أكلت باخة سيارة آخر موديل وشوفير وشهر العسل ببيروت، مسبحة سجاتي مسواك عشان يحكوش في سنينه وما بيسلم على الستات، يعني خلينا نبلع الطعام وننفنف على الصنارة. عشان هيك أنا دورت عليكم يا ودي. ودن ايه ونفنف مين؟ ايه احنا هنعمل لك ايه يعني في اللي انت بتحكي فيه ده؟ كلنا في الهوا سوا يا شعبان، وانا ما الي حد غريب، يعني لما بنكون احنا بديتي مع بعض غير ما اكون انا وحدي وانتوا وحدكم يا ويدي. واحنا اشضمنا بقى ان الكلام ده حقيقي وما بتلعبش بينا يا عمنا. عندك حق يا تسوقي، بعدين ما في اصدق من الصور اللي اخذناها ببيروت لفرح الحاج فواز وبنتي. فرح عامل فرح عم الرايق. ايه ده؟ بص يا لك بص طعم يا ابني ليه يا فواز؟ شبه امها حد ويا شويه. يخرب بيتكم نسيتوا ان بنتي. وهلا اعزمكم على الغدا عشان يصير في بيننا عيش وملح مثل ما بتقول. ويتر هاكل شكلها رب. شوفوا يا ويلي شو بدهم ياكلوا. ايه وفي مثل بيقول ما خسر مين جرب ولا تاه مين غرب. يعني انتوا ما راح تخسروا شيء يا ويلي قد اللي خسرتوه. شو رايكم؟ يوسف كان في جرة وطلع لبرا. تمام تمام. اتغدى من عيوني. هنغديكم. من يوم موت ابويا والكل نسينا، ولقيتنا انا وامي واخواتي متكربسين في شقه اوضه وصار، لا عندنا دخل ولا ماهيه ولا اي قرش نصرف منه. حفيت ورا شغلانه تكفي مصاريف الاكل والشرب والعلاج، واشتغلت كذا حاجه، بس في كل شغلانه بقى كان بيطلع لي عفريت اللي عينه زيغه واللي ايده عايزه اقطعها واللي مراته ما تقنيش من الباب للطاق كده. وكل ده قصد ايه؟ شويه ملالين ما بيكفوش اي حاجه. لحد بقى ما لقيت الشغلانه دي قفشت فيها بايدي واسناني، بس هما كان شرطهم عليا ان انا ابقى محجبه. وانا قلت لنفسي وماله يا بنت، ما دام فلوسهم كويسه ومعاملتهم كويسه برضه مفيش مانع. قلت لنفسي البس الحجاب جوه الشغل وبره الشغل ابقى اقلع. بس ده كلام مش صح، مفيش لا شرع ولا دين يقبلوا بحاجه زي دي. ده ربنا قال لا اكراه في الدين. وجميل قوي انك لبست الحجاب، بس الاجمل بقى تكون لبستيه بارادتك انت وعلى اقتناع، مش عشان مرتب زياده ولا عشان تكسبي رضا صاحب الشغل. جايز يكون عندك حق، بس هم عرضوا عليا شرطهم وانا بصراحه كنت مضطر، وهم سابوا لي حريه الاختيار وانا كان عليا يوافق يرفض. طب قولي لي لما لبستي الطرحة حسيتي بيه؟ خفت، ولما بقلعها بخاف أكتر. لو الناس تعرف قد إيه ربنا جميل وقد إيه حنين وقد إيه عالم بعباده كانوا يعملوا أي حاجة عشان يقربوا منه، وهيحبوه أكتر ما هيخافوا منه. يا ريت كل الناس بتفكر زيك كده يا حاج، ما كانش حد عمل حاجه لا هو مضطر ولا هو مغصوب. اطلب لك بيتزا ثاني حاج منى. هو انت ايه اللي جابك ورايا الشغل وايه اللي خلاك دورت عليا؟ ما تقومي اوصلك، الوقت اتاخر. ماشي ما شاء الله، حاجة جميلة. لكن أنا هستلم إمتى؟ أنا اتأخرت جدا. كل شيء بقى وانا وحاج، الشغل عشان يطلع زي ما أنت عايز لازم ياخد وقت. ياخد وقت قد إيه؟ أنا أجلت قبل كده كتير وما عنديش استعداد البضاعة اللي في المخازن يحصل لها زي المرة اللي فاتت. طب المرة اللي فاتت ربك ستر وجات سليمة، إنما مش كل مرة. إيه؟ تسلم الجر. الله يفتح عليك، أنت تضاعف عدد العمال وشغل 24 ساعة زي ما أنت شغال كده، فاهمني؟ خلاص يا حاج تشوف يا حاج. الافتتاح باذن الله الشهر الجاي. خلاص يا حاج زي ما انت عايز. مش زي ما انا عايز، ده ميعاد وهعمل دعاياتي على كده يا باشمهندس. اه
خلاص يا توكل على الله، شد حيلك كده ان شاء الله. ربنا يكرمك. الله ينور يا رجاله. ايوه السلام ورحمه الله وبركاته. يلا يا جماعه خلاص. يا حاج انت فين يا حاج؟ كده دوخني عليك طول اليوم. لا دوختني طول اليوم. ماشي انا في المول مع الباشمهندس. لا لسه بحكي لك اما اشوفه. ما تيجي تبص. بس طيب براحتك، لو عايز تيجي براحتك. ماشي ماشي يلا سلام عليكم. السلام. شحاته. نعم يا حاج. فيها شحاته؟ مفيش حاجه يا حاج. ركز معايا يا شحاته، عايزك تفضل قاعد هنا 24 ساعه مع الباشمهندس والعمال. اللي يحتاجه الباشمهندس تجيبه له. حاضر يا حاج. عايز عمال زياده تجيبهم له. العمال تجيب لهم 10 تقعد معاهم وشوفوك كده قاعد معاهم بيه كده وشايل شنطه، يقول لك الشنطه دي يمكن فيها فلوس نقبض. تقعد فيشتغلوا بحماس. حاضر. فهمتني؟ مش عايز اي حجج عشان اجل تاني. يلا ربنا معايا. شحاته. نعم يا حاج. اطلع لي يا شحاته. مش عايزك تجيب سر الحاج منعم باللي قلتهولي، عشان لو مش عايز يحكي ما احرجوش. يا سلام يا حاج، طول عمرك بتفهم في الاصول. انزل يا شحاته، خليك مع الناس بقى كده وركز. ها حاضر. انا رايح مشوار. السلام عليكم. سلام يا حاج. السلام عليكم يا رجاله. أنا قلبي مش مطمن للراجل ده، شكله كده عايز يستغلنا لمصلحته. بالعكس الراجل ده هيبقى الكوبري اللي هنعدي عليه الفواز، يعني هيحطنا في السكة الصح. أنا مش عارف أنت مطمن له كده إزاي. المصالح يا معلم، هات وخد. مصلحة الصالح يا شعبان، هو عايز يخلص بنته وإحنا عايزين ناخد حقنا. إيه ده؟ مصر برضه؟ برضه مش عايزين نقول على كل اللي جوانا، ها؟ خوف بس انت تبعبع كده وتقع لامك، ولا تقول حاجه لاخوك الاهبل ده تودينا في داهيه. لا ما تقلقش، انا مش هقول لحد. انا كل اللي عايز افهمه هو عايز مننا ايه بالظبط. هو راجل مش سهل. هتكون فاهم يعني عبيط؟ لا بس هو بصراحه يعني دخل مزاجي قوي، بيفكر على هادي قوي قوي قوي، بيفكر على هادي الممل. عكسنا خالص يا شعبان، احنا جعجعين وصوتنا عالي واخدين كل حاجه على صدرنا، ده ما ياكلش عيش. برضه المثل بيقول لك حرس ولا تخون. انا شاغل دماغي يا شعبان. يا عم ركز معايا انا اهو، بقول لك اللي شاغل دماغي ايه مصلحه الراجل بعد موضوع بنته ده. مش عرفني. سعيد خد يا سعيد. ايه ده يا حلو؟ الواد ده جه منين؟ مش عارف بقى اذا كانت امك نسيها في الغسيله او حاجه كده. امك يا خفيف؟